السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي، مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم صباح الخير عليكم، نهاركم مبروك ان شاء الله. وكي دايرين مع البرد؟ كي دايرين مع الشتاء؟ صراحه كنت مريضه وعاد شويه وليت بخير الحمد لله. داكشي صراحه ما حاولتش يعني ندير فيديوهات هكا كنهضر فيهم حيت كان الصوت مشى وباقي شي شويه، وحتى ملي كنهضر بزاف تتشدني الكحه داكشي علاش. المهم كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، صباحكم مبروك. وما طلتش عليكم صراحه هكا في شي فيديو من دوك الايام ديال باش بدا الشطر التاسع والعاشر. صراحه وقعت بزاف د الحوايج من مور هذاك داك النهار اللي بدا فيه البيع ديال الشطر التاسع والعاشر، وكنت باغا صراحة نخرج يعني هكا شي فيديو نشرح فيه وهذا، ولكن صراحة والله العظيم الا كنت مريضة صراحة وما ما قدرتش زعما ندير شي فيديو نهضر فيه ولا هذا. ولكن المهم صراحة صافي برت صافي، قلت علاش غنبقى انا نهضر ولا نجاوب ولا هذا، نخلي الامور تمشي عادية. انا راكم عارفين المحتوى ديال القناة ديالي محتوى هادف، محتوى اللي كنحاول فيه ما امكن. ملي كنقول لكم ما امكن يعني راه كاينين بزاف ديال الظروف اللي كتخلي الواحد كيجتهد وكيدير شي حوايج فوق طاقته باش انه توصلكم الصوره. يعني الناس ملي كتوصلهم الصوره هكا كيتفرجوا جالسين في الدار ديالهم كيجيب ليهم الله راه هذاك شي ساهل، راه ما كاينش تعب، راه ما كاينش وقت ضيعته باش نمشي نصور، راه زعما داكشي ساهل. هو ساهل حيت انا اللي اختاريت هذاكشي باش نديرو، ولكن الواحد على الاقل يميز، يكون واحد شويه ديال التمييز. يعني كل واحد نحطوه في الخانه ديالو، فهمتوا؟ ما عرفتش كي غادي نشرحها لكم. وبصح نيت يعني كاينين شي تعليق اللي جاوني تفاجات بهم صراحه وما لقيت باش نجاوبهم. يعني الناس الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. دائما انا تنحاول ما امكن نحط راسي براسكم وكنقول كيف ما كان الحال، واخا تجي فيا الدقه ماشي مشكله، غير الواحد يعبر، غير الواحد هذا، غير ما حدو يعني ما خرجش كاع من داك الاطار ديال احترام او لا انه مثلا يسبني او لا يعايرني او لا هذا. فكنقول ماشي مشكل، خليه يهضر، خليه يعبر. الله يحسن العوان لينا وللجميع كاملين، حنا راه بحال كاملين عندنا نفس الظروف، نفس المشاكل، نفس الاجواء كندوزوهم، وهذا هو المشكل اللي كاين. غير هو باش كيقول لك الواحد انك ما كتوصليش الحقيقه الناس شويه كضر في الخاطر، ما كتبوش الله يعني كضر شي شويه القضيه في الخاطر، حيت كتشوف كتقول مع راسك انك كدير واحد المجهود وكتمشي وتجيب المعلومه صحيحه، وانا ماشي من داك النوع اللي كيجي وكيهضر، ماشي حيت تكون زعما كنجي غير هكا وكنهضر. غتلقاو كل نهار فيديو في القناه ديالي في الصباح وفي العشيه الى اخره، ولكن انا كنحاول ما امكن جلستها تكون عندي المعلومه صحيحه، تيكون عندي شي فيديو اللي يتفرجوا فيه الناس شي حاجه جديده، شي حاجه اللي هي كتليق بالناس اللي يجلسوا يتفرجوا فيها مع الوالدين، مع الاولاد، مع العائله ديالهم. سمحوا لي صراحه كنهضر بشويه لان باقي عيانه، ولكن درت هذا الفيديو هذا غير باش نجاوب على بعض التعاليق اللي صراحه ضرتني شي شويه في خاطري، ولكن ماشي مشكل ندوزوها. صراحه انا دائما تنقول كنحاول ما امكن نحس بالناس، تنحس نقول الله يحسن العوان الناس. واخا الناس ما كتحسش بالناس ولكن كتقول لهم خليهم، والله العظيم الا زعما فريمون. والحمد لله اللي كاينين زعما صراحه كاينين الناس اللي كيتنسيك عاوتاني فهاد التعاليق هادو، بحال هكا اللي كيدخلوا مثلا عندك ويقول لك شي كلام زوين، شي شهاده زوينه في حقك بطبيعه الحال، في حقي وفي حق القناه ديالي. فصراحه هادو كينسيو كاع ثاني شي شويه
هذا مشكل كينسي وكله. مهم مسخت وما بغيتش صراحه ندخل في هذا الديتاي ديال هذا المشكل هذا باش من نفتحش واحد المجال لبعض الناس اللي الهم الوحيد ديالهم ماشي هو النقد وانما حاجه اخرى ربما. فما بغيتش صراحه تكون القناه ديالي قناه فيها غير هكا ديال عطيني نعطيك ولا تكون هكا التعليق يكون هذا المستوى هذا ديال التعليق. ما بغيتش صراحه، انا بغيت الناس اللي كنشارك معاهم الاشغال، نشارك معاهم المراحل اللي كنفرحهم وكان كيعجبهم الحال طبيعة الحال وكيفرحوا. والله العظيم الا بزاف الناس الا قلت زعما والله كون كان عندي غير الحق انني نشارك معكم الفرحه ديال الناس، الدموع ديال الناس، سواء دموع الناس اللي خداو وفرحوا وصراحه دموع ديال شي وحدين اللي ماقدروش وجاهم تسبيق غالي بزاف ما استطعتهمش. الا كان الا قدرت زعما نشارك معكم هاد الاحاسيس هادو والله العظيم الا واحد العالم تشكل بزاف. ولكن اللهم لك الحمد، يعني ما ماشي دائما كلشي بحال ما نتسناش انا كلشي يقول لي شكرا، ما كنتسناش انا كلشي يفهمني او لا يقدر المجهودات اللي كندير او لا على الاقل يعني كل واحد يعرف شنو اللي عليا وشنو اللي ما عليش. انا كاين شي حوايج اللي نقدر نقولهم، شي معلومات نقدر نقولهم، كاينين شي حوايج اللي ما عنديش الحق نتدخل فيهم. راه ما يمكنش، راه ما نكروش ان الشركه عطاتني انا بعد واحد المجال اللي هو واحد الفرصه كبيره في حياتي اللي ما عمرني غنسى خيرهم. عطات واحد الفرصه كبيره 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 بزاف بزاف اللي ما عطاتهاش لي شي شركه اخرى. يعني الشركه عطاتك واحد، فتحت لك واحد الباب كبير انك تشارك مع الناس الاشغال من البدايه للنهايه حتى ولفوها الناس وجدهم بحال صافي داكشي راه عادي، داكشي خصك ديريه اوبليجي او لا راه لا ماشي عادي، راه ماشي اوبليجي، راه ما كاينش شي حاجه اللي بزز خصني نديرها، راه ماشي ضروري هادشي نديروه، راه هادشي هي كنديروه وصافي. وحيت تولفوه الناس صافي ولات بحال داكشي عادي، روتين عادي، يعني خصك ديريه. الا ما صورتيش هاد العماره مثلا تيتقلقوا الناس ديالها، الا كانت شي معلومه ولا شي حاجه تيلوموا كل الناس عليها، علاش انتي علاش ما قلتيش علاش ما هذا. دونك كاين واحد الحدود، كاين واحد الحاجه اللي خصنا نحترموها. كاينين شي حوايج اللي انا شخصيا واخا كاع نعرفهم او لا هذا ما عنديش الحق نقول فيهم شي حاجه ولا نهضر فيهم ولا يعني راه شي حاجه اللي باينه، راه واحد العرض تعرض ما يمكنش انا نتدخل في هادو علاش تباعوا علاش هادو ما تباعوش هادو علاش بقاو هادو علاش خط احمر هادو علاش خط اخضر هادو علاش. انا كنبارطاجي مع الناس واحد المشروع اللي وريته ليهم والناس عجبهم الحال بطبيعه الحال، وهذوك الناس اللي ما بغاوش كاع هذوك اللي كيطلعوا على البحر مثلا وعجبهم الحال وكيتسناو وقتاش نقول لهم اجيو تشوفوا اجيو راه البيع نهار فلاني او لا. هادوك راه ما كاين غير فئه كبيره ديال الناس اللي ما باغينش كاع هما لي زابارتمون ديالهم يطلعوا على البحر نهائيا. يعني والله العظيم الا واحد الاحساس فشكان ما عرفت كيفاش نشرحو لكم هاد النهار هذا جاني صعيب. هاد الفيديو هذا ما نقدرش نقول لكم شنو. المهم شكرا بزاف بعدا للناس اللي تواصلت معايا، شكرا للناس اللي لي شهدت الناس وحق الله العظيم الا بزاف ديال الناس تدخلوا وبزاف الناس صيفطوا لي في الواتساب. كاينين اللي يعيطوا عليا والله العظيم كاينين بزاف الناس كيعيطوا عليا، راه كاينين واحد الفئه ديال الناس كتعيط في التليفون وكتواصل في الواتساب وما كتكومونطيش، يعني ما عندهاش مع التعليق في اليوتيوب. كاينين الناس اولا ما تعرفوش حتى انه راه كاين تعليق اولا ما كيعرفوش كيعرفوش يكتبوا، يعني تيحاولوا ما امكن يعيطوا الناس. الله عمرها هذا كبار، يعني الناس اللي في المستوى اللي كيهزوا التليفون تيعيطوا مدام زينه هذا 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 هذا. يعني والله العظيم الا كاين واحد العالم في شكل كنعيشوا زوين بزاف والله والحمد لله. يعني هاد الطاقه هذه الناس اللي كتبغيك لله في وجه لله في سبيل الله
هادو هما اللي تيعطيوني هذاك الطاقه ديال باش كتمشي المشروع وتصور وبحماس والله العظيم. ايوا الحمد لله على كل حال، والله العظيم يهضرني صراحة ما نكذبش عليكم، واخا قالوا لي الناس ما بقاش فيك الحال، ولكن كومي راه بقى فيا الحال، بقى فيك الحال، لان باش قدر مثلا يكون تعليق تعبر فيه على الراي ديالك ماشي مشكل، شي حاجه ضراتك قولها ما عنديش مشكل، ولكن علاش كتلومني انا؟ علاش زعما انا اتقي الله اولا انتي اولا انتي ما قلتيش اولا؟ هذه هي اللي صراحه بقى فيا الحال، ولكن كما قلت لكم مسامح كريم. انا بعدا من جهتي ما عنديش حتى شي مشكل، انا غير شاركت معكم يعني سميتو ديالي الاحاسيس ديالي حتى انا انا راه بقى فيا الحال، ولكن متسامحه جدا ما عنديش مشكل. وحتى الناس اللي صراحه والله العظيم كاينين بزاف الناس لي مثلا مازال ما صورتش لهم لي ديبارتمون ديالهم، كاينين الناس اللي تواصلوا معايا و زعما تيقول لي والله العظيم ماشي مشكله زينه حتى الا ما قدرتيش تصوريها ماشي مشكله، قريب تسليم. وكاينين الناس اللي ما عجبهمش الحال، يعني دائما كتلقى بحال هكا اللي كيطيحوك واللي كيعتني كيخلو فيك شويه ديال الامل. كاينين الناس اللي ما تعجبهمش الحال، وعلاش ما صورتيهاش اولا هادي ما ندخلوش في هاد المعمعه هادي. وكاينين الناس اللي متفهمين الموقف تيقولوا والله الله يحسن العوان راه ما عندكش الوقت، راه كتمشي راه مزروبه راه هادي راه هادشي اللي كديري معنا راه نورمالمون حنا ما كنتسناوش اصلا، راه غير راه الحمد لله شاركتي معنا الاشغال، شاركتي معنا المشروع من البدايه للعمارات فين جا وهذا، راه نورمالمون ملي كيشريو الناس في السكه الاقتصادي من داك النهار اللي كيوقعوا فيه على التوصيل وهذا صافي كيتسناو تيجلسوا في ديرهم ما كيعرفوش شي جديد حتى الموعد ديال التسليم. وانا الحمد لله يعني كنحاول ما امكن نشارك معكم الجديد، نشارك معكم الاشغال. وكذلك واحد النقطه يعني الناس ديال مثلا كنقول لكم مثلا كندوز واحد الفتره كبيره مع الناس ديال الشطر السادس، كنصور معهم دائما جديد الاشغال في النصلات الى اخره. ومن بعد كيجي الشطر السابع، ملي كنحاول ما كان كنقول لا خصني نعطي واحد الوقت للشطر السابع، كنحس بان الناس ديال الشطر السادس كينساو داكشي اللي صورت ليهم، كينساو داكشي كامل، وتقول لي وفين هو الشطر السادس نسيتيه ما بقيتيش كتهضري فيه عليه ولا فهمتي. غيوقع ليا عاوتاني نفس المشكل ملي كنمشي عاوتاني للشطر الثامن، كنبدا نصورو عاوتاني كنعطيه الوقت عاوتاني كيتقلقو الناس ديال الشطر السابع. فيعني ما الناس ما عمرك كترضيهم بطبيعة الحال، هذا راه باين يعني ما يمكنلكش ترضي الناس كاملين. و واش غنقول لكم، انا كنحاول ما امكن ندير داكشي اللي قديت عليه، الله يوفقني والله العظيم كنقول الله يوفقني، لان صراحه كدير مجهود كبير اللي انا اللي كنعرف هذا المجهود هذا، ولكن عن حب يعني ملي كنقول لكم كندير مجهود وتمره وفي هذا وهذا، راه ما كيعنيش انا كتشكى عليكم ولا كنقول لكم راه صافي انا عييت، لا راه ما عييتش، انا راه انا هادشي كنديرو حيت بغيت نديرو وعاجبني الحال وكيعجبني ان الناس يعني فرحانين بهذا الشيء. ولكن شويه الصبر من عندكم، الله يرحم لكم الوالدين، الناس تصبر شي شويه، الناس راه بصراحه راه عرفتكم باغيين تشوفوا ديبارتمون ديالكم، ولكن ما كت يعني ما كيصبروش الناس حتى بعدا حتى تقدم الاشغال شي شويه حتى لهذا، يعني الناس باغيين مثلا الا بقات مثلا شي عماره كنصورها كنصورها كل نهار كل نهار، غيعجبهم الحال هاد الناس غيقولوا زينه هي ما عرفت شنو. المهم واحد الموضوع اللي صراحه الا جينا نهضروا ما غاديش نساليو، وفي نفس الوقت باش ما نساوش راه كاينين فئه الناس اللي الله يعمرها دار اللي كتشكرك اللي مقدره الظروف والمجهودات ومقدره كاع داكشي اللي كندير، والحمد لله يعني كاينين الناس باش ما نكذبوش على الله، كاينين الناس اللي كتشكر والناس اللي عارفه القيمه ديال هادشي اللي كنشارك معكم. وشكرا لكم بزاف، شكرا لكاع الناس اللي تايقه فيا، شكرا للناس ديال الشركه كذلك دراري اللي تا هما صراحه تيديروا معايا مجهود كبير، لان تا هما هادشي بالنسبه لهم راه مجهود يعني خاص ماشي هذا.
وصافي هادشي كان. المهم كنتمنى الفيديو ديالنا ديال اليوم يعجبكم، شكرا لكم بزاف، هذا غير توضيح بسيط جدا، وصراحه حتى ترددت في الاول باش نهضر بحال هكا حيت ماشي هذه هي زينه، هذه ماشي انا صراحه، هذه زينه طافيه. حيت مريضه شي شويه صراحه، الصوت ديالي ما كنحاولش ندير واحد المجهود كبير باش ما تشدنيش باش ما تشدنيش هادي اللي كتشدني صافي كتجيشني الصراحه. ايوا هادشي اللي كاين. المهم صباحكم مبروك، نتلاقاو ان شاء الله بفيديوهات جديده ان شاء الله، وغادي نحط لكم ان شاء الله الفيديو ديال العماره 90، حيت مشيت صراحه باش نحاول داك النهار زعما قلت نصور بزاف العمارات اللي باقيين، ولكن يلا بديت نصور العمارة 90 ما قدرتش نهائيا نكملها، والله العظيم كملتها بصعوبة، حيت صافي قلت راه بديت راه نكمل، والله العظيم اللي كاينين ليزابارتمون اللي ما قدرتش نهضر فيهم، اللي ما قدرتش حتى نقول هادي شقة هادي صالون هادي كويزين هادي ما قدرتش، ولكن تنقول صافي غير جيت نصورها الناس يشوفوها ياخذوا فكرة وصافي ونمشي. اما داك النهار صراحة كنت مشيت باش نصور كاع العمارات اللي باقي ما صورتهمش، على اساس كل نهار نحط لكم هكا شي فيديو وصافي. وداك النهار نيت هو اللي صورت فيه الاشغال ديال الشطر السابع والثامن، وداك النهار نيت اللي جبت فيه الربحه، حيت صراحه كنت مريضه وصبحت قلت شي شويه راه بخير اليوم، قلت نمشي لهذا الوقت نصور، ولكن هذاك هو الغلط صراحه اللي درت، كان عليا نعطي الراحه لراسي، ولكن كنبغي صراحه كنحاول ما امكن كتجيني شي فرصه هكا باش نمشي كنقول ما نفوتهاش. ايوا صافي هادشي اللي كاين، يلا صباحكم مبروك، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. سمحوا لينا بزاف على هذا الفيديو، هذا غير توضيحي فقط للناس بطبيعه الحال اللي تتفرج في القناه ديالي، كنسمع لكم كاملين واحد بواحد، شكرا لكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.